لكم معنا في بلاطو تصوير سلسله الكنينات اللي هي السلسله كوميديا اجتماعيه اخراج ابراهيم شكيري والبطوله ديال نجوم كبار على راسهم سيدي محمد الجام، لاله راويه، جميله الهاوني وكثير من النجوم الشباب. فانتاج ديال ايماج فاكتوري القناه الاولى. والسلسله هي سلسله مميزه بزاف في قالب كوميدي اجتماعي كتحكي على واحد الكنينات عايشين مع حماهم وكيعيشوا واحد الظروف اللي هي كيعيشها جميع البيوت المغربيه اللي فيها الكنات. فكنحاولوا تنقدموا كثير من الحالات اللي كيعيشوها في قالب كوميدي، سلسله صح كوميديا ولكن الميساج اللي فيها هو ميساج كبير، اننا خصنا نتحابوا بعضياتنا، ندوزوا لبعضياتنا، لانه اللي كيهم هو دائما علاقات القرابه خصها تبقى دائما وطيده وما خصهاش تقطع ايا كانت الاسباب. الدور ديال هنية هي الكنه الاولى ديال الحاج اللي لعبوا الاستاذ محمد الجم، وانا مرات ولدو في نفس الوقت، وانا اللي كنحس براسي هاد الدار انا اللي مسؤول عليها. من بعد كيجيو كنينات واحد اخرين وكتكمل مني كتجي مرات محمد الجم، يعني مرات عزيزنا، وهكا كيوقع واحد المناوشات ومشاكل خلافات، وبحال سلطنا الضوء شويه على الخلافات اللي تيكونوا في الدار المغربيه ولا الدار العربيه عامه، اللي تيكونوا العرايسات عايشين مع مرات الاب والاب في نفس الدار. فوالا، هي كوميديا خفيفه ليجي، كنتمنى انها تعجبكم.